سلام العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. المهم، واحد النهار اللي اليوم مختلف على الايامات الاخرين ومختلف على الفيديوهات اللي تندير. اليوم معروضين عند الاخ يوسف الزروالي، محتفلين به بانه وصل المليون ابوني. تنقول ليه تبارك الله عليك وتستحق والمزيد يا ربي من العطاء، حيت واحد الانسان اللي تيدير واحد الاعمال يعني خيريه وتساعد الناس يستحق اننا نحتفلوا به. المهم، داير احتفال في واحد الكافي في كازا وعارض علينا انا والزوج ديالي وشرف بينا. تنقول لي شكرا لك بزاف، هتمشيو معنا باش غنمشيو نحضروا الاحتفال ديال الاخ يوسف الزروالي. حنا دابا غاديين غنتلاقاو معاه في لوتوروت باش نمشيو معاه نيشان، وغنوريكم شنو خديت ليه بمناسبه مليون ابوني باش نهنيه ونبارك ليه. خديت واحد البوكيت الورد، تنتمنى يكون عند الحسن الظن ديالو ويقبل على الكادو اللي احسن حاجه انا تتعجبني كهديه بالنسبه بحال هاد المناسبات هادو هي بوكيت الورد. ولكن الكادو زعما ماشي بالقيمه ديالو، المهم هو لوجيست وانا كبر بينا عرض علينا وحنا كبرنا بيه شرينا ليه الورد، هادشي اللي كاين. المهم البنات، قولوا لي كي جاتكم اللبسه، واخا غنمشي وعاد ترجعوا تقولوا لي. لبست هكا سروال في الكحل هكا وسبرديله في البيض، وهاد القويميجه اللي جات في هاد اللوين هذا ما هو ماغو ما هو باج، ودرت هاد الدريره هادي مكياج درتو غير راسي. اختكم طبيعيه يعني ما كاينش داكشي طبيعيه، صايبت راسي مكياج شي مكياج خفيف ماشي شي حاجه اللي هي مشارجيه. المهم درت صباغه ليديا يعني ضفيراتي بحال هكا، هادشي اللي كاين وخليكم معايا. يلا البنات، دابا غنديو هاد البوكي هذا غنديرو في الكوفر ونشوفو لقينا ليه شي بلاصه حيت تيطيب بوحدو. كنفيكسيه بشي حاجه باش ما يطيحش، فهمتي؟ غير بوحدو. المهم دابا غنشد الطريق ونتلاقاو مع الاخ يوسف الزروالي، وها انتم معايا. يلا دابا شادين الطريق البنات. المهم تيبان ليا تعطلنا حيت قبيله عيط الاخ يوسف الزروالي وقال راه يلاه وصلوا الخميسات، حيت كيف ما قلت لكم حنا غنخرجوا من تماره وغنتلاقاو في لوتوروت. تنتمنى ما نتعطلوش حيت ما تنحملش راسي نكون دايرين مع شي حد ونتعطلوا. هادشي اللي كاين، احنا غاديين وها انتم معايا. هما هادو اللي قدامنا هما غاديين وحنا تابعينهم وها انتم معانا. صافي دابا وصلنا، تسنينا واحد شويه، حنا سبقناهم حيت هما انتم عارفين جايين من اخ الزروالي جايين من مكناس. دابا راه قدامنا حنا تابعينهم حيت ما عارفينش البلاصه وصافي. المهم غنتبعوهم ونشوفو ندوزو معايا النهار.
جمعوا ما ناكلوش كسكسو داك الشيء علاش. المهم راه ما غلقتش بزاف. Oh,
قناوي 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 وتشكر الاخ اللي جا مسكين من الداخل الصحراء العيونيه.
احلام جميله قناه احلام جميله وكاع اللي جا معنا هنا مرحبا به سي فلاطي. المهم هاد الناس كاع اللي جا غير مرحبا به وما نساوش تعديل على الوزاره الداخليه Yeah.
الناس تنقول لكم على السينمايني عز الله يكبر بلا شيء كنوس ديو كروحنا لانه انت الاب الروحي قبل ما تكون الملك ديالنا تفتخر بك فانت ابونا وفي كل شيء وتنشكر الرجال ديالك السي الفتيس رئيس وزير الداخليه ولا السي عبد النباوي ولا السي الحموشي ولا السي حرامو ولا القوه المسلحه العسكريه اللي ضامنين لنا الامن والامان والحمد لله فرحانين بيوتنا محلولين بلدنا محلول فاحسن نعمه في هذا المغرب هو الامن وحنا فرحانين بان عندنا مسؤولين وراء سيدنا بحال الناس اللي قلت وتحيه كل المغاربه داخل الوطن وخارج مان بيتا الاحرام مشرق الانوار منتدى السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عيش في الاوطان لعلا عنوان ذكرى كل جلال حاسمة لا لا الحلاوة فين كاينة الحلاوة فين كاينة ديال قدام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وفرحان تحيه لخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن اليوم اخوتي نحن في مدينه الدار البيضاء مدينه جميله مدينه اقتصاد تحتفلوا بمليون مشترك في الجمعيه الملكيه للمغاربه باوروبا واللي درنا هذا الحفل هذا اخوتي كهديه والاخ هشام هشام انسان طيب صحافي وتحية جميع الصحافيين باش تعرفوا بانه ويس الزروالي راه عنده علاقه بالصحافيين تحترمهم اللي منهم اصدقاء ديالي كما قلت الاصدقاء ديالي ومنهم عائلتي ومنهم احبابي ولكن يشرفنا الصحافي النزيه ليس المصريه الرساله ديالي واضحه اول جمعيه في المغرب
انا وتصل الى مليون مشترك، مليون مشترك كجمعيه ملك المغرب اوروبا باسم يوسف الزروالي. تحيه جميع الاعضاء اللي معنا. بصراحه الله كنا احنا بدينا من 2011 النضال ديالنا دائما هدفنا هو الدفاع على الوحده الترابيه والدفاع على الملكيه ونجيبوا الاستثمارات من اوروبا الى المغرب، وحنا ضد اي واحد بغى يسيء الى هذا الوطن او سيدنا خط احمر والصحراء المغربيه كره منكر احب منها. من بعد انتقلنا الى قناه اليوتيوب ظرف عام واربع شهور وصلنا الى المليون، دابا غادي 120,000. وتنشكر كاع المتابعين ديالي اللي ما كرهتكمش تكونوا حاضرين معنا، ولكن غادي نعاود لكم هذه الحفله ان شاء الله، تكون حفله كبيره ان شاء الله ويهز علينا هذا الوباء. وشرف لي ان نكون اول جمعيه في تاريخ المغرب انا توصل الى مليون مشترك. وتحيه كاع جميع الفنانه المريني ولا اخ عبد المغيث البوخا ولا الاخ السهام ولا الاخ ناس ولا كاع ولا الدريبه كاع الاصدقاء الشاب والاخ مسكين اللي جا من الداخله والاخ ديال المدينه الداخله. وهنا تعني بانه كلنا مغاربه كلنا يدا واحده ورا سيدنا. وتنتمناكم تبارطاج معنا الفيديو وتتبعوا الحفل من الاول حتى النهايه. تحت شعار الله الوطن الملك. بسم الله. هذه واحد الرسالة، واحد الرسالة مهمة. كاين اللي تيصور الصورة ديال المغرب و تيفرق ديما، لا حاول دير تصور المغرب، الراية ما عمرها تفرق. هذه خطأ اللي تيديروها بزاف الناس، تجيبوا الراية هنا في الجناب تقدر تهزها هكا و دير اللي بغيتي، بس دير الراية هكا راه خطأ كبير تيقعوا فيه بزاف الناس. وشكرا لكم. تحياتي. المهم حنا تغدينا وداروا ليه حتى العشاء البوفي اللي بغى. المهم كاين السفه، كاين البسطيله، الحمد لله صافي عامين نقدر نوصل 10 ان شاء الله. عندي ثقه كبيره غادي نوصل 10 ان شاء الله. هذه كتعبر على ان هذا الشخص هذا انه ناجح في الحياه ديالو، والحمد لله بفضل الله وبفضل هذوك الناس الضعفاء. اول حاجه اللي تجبرك في يوسف الزروالي باش تمشي اول حاجه الحب ديال الناس، هذا هو اللي خلاني يعني انا من المعجبين ديالك. ثاني حاجه واحد الانسان طيب كيحب الفقراء وكيحاول يساعد جميع الضعفاء، داكشي علاش ربي ناصرو. وهاد المليون هذه راه قليله في حقه، مازال كما قال لكم هو ان شاء الله غيوصل ل 10 ولا 20، ولكن راه وصلت المليون. وصلت مليون في الفيسبوك ومشات ليا الفاش الاولى، وصلت 800,000 ومشات ليا الثانيه،
ولا نهرب من اليوتيوب. علاش؟ لانه اعداء الوطن سي سينياليوني في الفيسبوك سالي كيوري، ولكن اليوتيوب صعيب من هرب سالي عام ومشهور تعالى وحتى في التفاهات ماشي في التفاهات افل الخير والدفاع على الوطن وشي حاجه اللي هو زوين يقدر يخرج لك ولد في المسيره ديالو مع الجمعيه وفي المسيره النضاليه ديالو. وهذا ان شاء الله هذه بدايه كنتمنى ان شاء الله تزيد الامل. وانا كذلك انا هشام محمد مطعم مرحبا وصحفي وهذا الشيء اللي تخليني تنحب الصحافه وما عندي دائما تنشكر الصحافه ودائما تنحبو. وانا تنختار الناس اللي تيقولوا بانه الصحافه فها هو المثال الصحفي الانيق، الصحافه صوت ولاد الشعب ونحن دائما معهم، ولكن دائما ضد اي واحد اللي سمسار وضد اي واحد اللي تيقمع الناس وضد اي واحد اللي تيعطي معطيات خاطئه باش يضيع الناس. فين كاين البلاصه حد دري باش يعرفوا الموقع؟ البلاصه سي دري حنا في مدينه الدار البيضاء طبعا، عندنا منطقه سميتها حي الالفه رون بوان الشهيه. هذا الشارع اللي كنتواجدوا فيه سميتو شارع واد الدوره. هذا الشارع كله فيه شارع المطاعم معروف، المطعم ديالنا سميتو مطعم بوفيه الخيمه. بوفيه الخيمه على درت اللوكاليزاسيون راه غادي تجيبك. مرحبا تحيه بحال عندنا الصفحه الرسميه ديالنا في الفيسبوك وعندنا حتى خدمه ديال التوصيل الناس كيكون في الدار ديالو كنوصلوا ليه الماكلاس ليبراج فابور لفلوس. طبيعة الحال شي تمن راه مزيان كيخلصوا كاين واحد الشركة سميتها شركة بزاف هي اللي دايرة معنا عقد شراكة كيوصلوا لنا الأكل اللي عند الزبائن واحد الثمن راه مزيان. ودابا حنا تنشدوا حيت ذقنا الماكلة وتبارك الله داك الشيء زوين بزاف داك الشيء الغي المشاهدين كانت سي واعرة. اشرح لهم لي ديتاي ديال الناس اللي جاو معروضين عارضين عندهم هذا هو العشاء ديالي دابا، خديت شويه ديال الصفا خضره مصوطيه شويه البرقوق وواحد البسطيله. المهم ما كاين لا ريجيم دابا لا والو، كاين غير افراط في الاكل. صافي حبيبي حبيبي جنى Got it.
صاحبي كنا مخمم يا تصايح في الدنيا يا صاحبي كنا مخمم يا تصايح في الدنيا يا صاحبي كنا مخمم يا تصايح في الدنيا يا صاحبي كنا مخمم يا ما تدوم والصحة ما تدوم أو الدنيا ما تدوم أو الصحة ما تدوم وانا ما يفهم وانا ما يفهم
اللي غادي نوصلوا هذو رساله مهمه تنوصلوا لخويا سميره اليوم تنعدي مع هذا المنبر ديال مليون ابوني تنوصل واحد الرساله خدنا سميره قولوا لنا سميره بغينا شي اغنيه لاختنا سميره من سميره هشام مرحبا اجا خويا هشام مرحبا غادي يعطينا واحد الكلمه فوق سميره المراه المغربيه الشريفه واللي جبات قلوب المغاربه ونحن معك في السراء وفي الضراء لالا سميره زين السميه كنقول لك راكي غزاله وبيك تعرفوا النوايل والزين والزين من العمه الخالد انت شرف لينا وكنفتخروا بك في الدوله المغربيه يا من حناني وغد حنيتي وزين كلام وطختي بيك الابتسامه المسراره عمرات القلوب فرحه وخلاتنا ديما نفتخروا بالمراه المغربيه اللي فيها منا وفيها خنا وفيها الزوجه وفيها بنتنا كنقول لك الف تحيه الف سلام ليك يا لالا سميره يا زين السميه ونفتخروا بك وكنقولوا يا ربي يكتب من امثال خونا يوسف اللي كشف الخبايا وكشف المستور وسامح المغربيه وبين على ان الراجل المغربي حتى هو كيموت على الشرف ديالو وكيموت على الحرمه ديالو وما يبغيش بنت بلادو تقاس وما يبغيش بنت بلادو تقاس ولو بزغبه ولا برمشه ولا بريشه الله يحفظك لينا خويا يوسف والله يحفظ لينا المراه المغربيه والله يحفظ المغرب ويحفظ بلادنا وشعبنا والله يحفظ لينا سيدنا محمد السادس الله ينصرو والاسره العلويه الشريفه وديما كنفتخروا ببلادنا وحنا مغاربه تنموت الله دائما شعارنا والله الوطن الملك الله يبارك على سيدنا مطعم بوفيه الخيمه ما كملت لكم والو حيت مازال كاين الصداع تما ومازال عامر تما مازال عيا الله تيجيو الناس عند اخ يوسف الزروالي كيف ما قلت لكم كبر بينا بزاف وتنقول له شكرا لك بزاف ومبروك عليك المليون ابوني والمزيد ان شاء الله يا ربي كيف ما قلت في بدايه الفيديو والوالده ديال يوسف الزروالي طيبه بزاف متخلقه تبارك الله عليهم العائله ديالو كامله والناس اللي تلاقينا معاهم تما اليوتيوبرزات كاملين تبارك الله عليهم تلاقينا مع بلا فلتر تلاقينا مع الاخضر مع شحال من واحد شحال المهم جاوا لي السميات وشكرا لهم على الكلمه الطيبه اللي قالوا في حقي نقول لهم شكرا الله يخطيكم والبنات غتسمعوا ولا العائله غتسمعوا ان قالوا جينا من الداخله دار بنت تماره بصح راجلي جا من الداخله حيت هما كانوا مشاو تلاقاو مع راجلي في الداخله وكيسعبونا راه حنا كاملين كاينين في الداخله ان شاء الله الحاجه الوحيده اللي ما قلت لكمش راه حنا غنمشيو نعيشوا في الداخله مع الزوج ديالي ان شاء الله يا ربي نكملوا غير ولادنا العطله هذا ماشي الموضوع ديالنا غنتكلم معكم فيه من بعد ان شاء الله
وكانوا قالوا لي جيتي من الداخله وضربه تماره. هادشي علاش باش ما يكونش واحد سوء التفاهم، داكشي علاش. المهم راجلي راه جا من الداخله، داكشي علاش ما عارفين راه جينا من الداخله. هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي زوين بزاف، ودوزنا واحد الوقت اللي هو رائع. المهم النهار كامل دوزناه زوين من الصباح حتى العشيه. دار لينا السيد مول المطعم، داروا الغداء ودار العشاء. المهم كان داكشي زوين بزاف، داكشي رائع. الناس اللي تيحبوا ان يجيبوا وليداتهم ويجيو، راه فطور ملكي ب 49 درهم، والفطور للدراري الصغار ب 29 درهم، يعني لا غنى على مسكين. زوين بزاف. والبلا على ما بغيت فهمت راه غتشوفوا في الفيديو شحال البلا، واقيلا واش 80 درهم ولا 70 درهم. البوفي خذي اللي بغيتي، البوفي فيه كل شيء، فيه الدجاج، فيه البسطيله، فيه اللحم بالبرقوق، فيه الكسكسو، البوفي كامل. فيه لونطغي يعني شلاضه هي الاولى، وعاد تاخذي شي حاجه ب 79 درهم ولا ب 89 درهم. المهم بحال هكا ما واصلاش 100 درهم، ما واصلاش 90 درهم. المهم الناس اللي تيحبوا مرحبا والف مرحبا. شكرا لكم بزاف ولهلا يخطيكم، وما تنساوش اللايك البنات باش انني نتشجع ونزيد نعطيكم مازال. واخا ندي بلاصه من بلاصه لبلاصه ونمشي من هنا نمشي من هنا ما تيهمش، ولكن باش نعرفكم تعجبكم الفيديوهات ديالي وتعجبكم داكشي اللي تندير. تابوناو الناس اللي باقي ما تابوناوش معايا، تتفرجي تتفرجي تابوناي. الناس اللي ما باغينش تفرجوا فيا تلقي الفيديو وخليه وديري لايك وما تفرجيش. المهم عاونيني باللايك ديالك. شكرا لكم بزاف ولهلا يخطيكم، وبالسلامه عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله. دابا حنا شادين الطريق الى مدينه الرباط.